طارق مبارك 34 سنة نخدم في السونوريزاسيون ايكيب ايفينمونسيال نسكن في تونس قبل بنهار نشوفوا شنو باش نعملوا باش نقسموا خدمتنا خاطر عندنا برشا ديزيسباس توا تشوفوا التياتر عندنا لافينيو عندنا قهوه اللوح الكلوتور في بورصه الشغل سكيفي لازم نحضروا من قبل شنو باش نعملوا ايكيب كامله سا دي بون كي تو كيما اليوم مثلا نقوم نتعدى الخدمه ونشارج لو ماتريال ونديشارج لو ماتريال نبداو نسليو و با ا با نكملوا اليوم بدينا نركبوا في براتيكمون اليوم نركبوا في اللوميير وشويه اخرى باش نركب السوق فما شكون عطلني هذه سن بون نهار الاول في لوفرتور دونك باش تصير في المسرح البلدي من لو لوندوما يبدا كل نهار كونسير نهار بنهار نهار كونسير نهار فيلم نهار كونسير نهار فيلم اول مره دخلت للسينما بون انا صغير سيرمون دخلت ما وقتاش بالضبط بون احسن سين قعدت لي في مخي بتتر نسيت الفيلم شنو هو ولكن فيلم في المسرح البلدي في تحكي على بين الاستعمار فرنسا والجزائر داير نتذكر البروديكتور هو طارق بن عمار جي سوي لو تكنيسيان دو سون ولا انجينيور دو سون انا اللي لعب تو سكي سون اصعب سين هي سين ساعة لافينيو اصعب سين لافينيو باعتبار مشي وجاي وبرشا عباد سي نورمال باش تكون صعيبه خاطر فما برشا عوائق اي سورتو سورتو في الديمونتاج ديما الديمونتاج بعد ما تكمل الخدمه الناس الكل تروح نقعدوا كان احنا وحدنا عميل بيرسون هذا اصعب موقف بالنسبه لي انا في خدمتي في الصون والا في اللوميير ولا في ليفينمونسيال بصفه عام جي سي سي ساعه هو عريق ساعه كحاجه هو قديم انا ولا تقليد عندنا في تونس وكما تشوفوا معنا حركيه في لافينيو حركيه في تونس كامله دايور على ما نعرف في اكثر من 12 ريجيون دونك سا فو دير تونس تتحرك